السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة جايين نتكلم عن تركيب دوائي قوي جدا 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 لعلاج نقص إنتاج البيض ولزيادة إنتاجية البيض في القطيع بتاعنا. حضرتك علشان خاطر تزود إنتاج البيض بتحتاج لحاجات كتيرة، لكن تحديدا هذا التركيب الدوائي تأثيره له مفعول السحر على الطيور بتاعتنا، لأنك لما هتبص على محتوياته والأشياء اللي فيه تمام هتعرف كويس قوي إن هو جامع كل حاجة متعلقة بإنتاج البيض، كل شيء متعلق بإنتاج البيض، وسعره مش غالي قوي ومتوفر في الصيدليات البيطرية. هو مش بشري، هو بيطري بشكل أساسي، يعني مش بشري وهنستخدمه نوجهه بيطريا، لا هو اصلا بيطري وسعره رخيص ومتوفر وسهل ان انت تتحصل عليه. قبل اي حاجه اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناه، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. الدواء ده بتلاقيه في الصيدليات كده شكله كيس صغير، وفي منه طبعا احجام كبيره، لكن الكيس الصغير ده بيحتوي على عدد جرامات معين، لكن انا هقولك على محتويات هذا الدواء بس بالنسبة للكيلو. يعني لو عندك كيلو من الدواء ده، كيلو جرام من هذا الدواء هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه فيتامين تمام اسيتات، تمام فيتامين اسيتات، وفي فيتامين دال 3، وفي فيتامين ه، وفي فيتامين كاف 3، وفيتامين ب 1، وفيتامين ب 2، وفيتامين ب 6، وفيتامين ب 12، وفي حمض الاسكوربيك والكالسيوم، تمام كالسيوم دال بانتوثينات، وحمض النيوكيتينيك، وحمض الفوليك وبيوتين. في مكونات كثيرة متواجدة في هذا الدواء تمام، طبعا بكميات مختلفة، لكن لو هنوزعهم فتقدر تقول ان الفيتامينات واخدة نص تكوين هذا الدواء تمام، والأحماض التانية والمعادن التانية والتركيبات التانية واخدة النص التاني بنسب متفاوتة. يعني من الآخر كده هذا الدواء يحتوي على خليط هائل وكبير ومتنوع ومتوازن من الفيتامينز الأساسية اللي بتساهم في زيادة إنتاج البيض ورفع المناعة، والمعادن والأحماض برضو الأساسية اللي من غيرها مش هيكون في إنتاج بيض ومش هيكون في مناعة. حلو، طيب هذا الدواء البيطري بيستخدم فقط لإنتاج البيض؟ لا بيستخدم برضو للحيوانات بشكل عام والطيور المختلفة. يعني هو أصلا له تأثير علاجي في حالات فقر الدم، الإجهاد، التعب، أي مشكلة تتعلق بالأمراض الفيروسية أو البكتيرية، كل ده أنت إيه ممكن تتخلص منه عن طريق هذا الدواء الموفر اللي اسمه يونيفيتا تمام. بس هو بشكل اساسي يعني هو للانتاج بتاع الفراخ، يعني هو لتعزيز انتاجية البيض، ملوش تأثير مهم اكتر من كده، وملوش تأثيرات تانية تتعلق ب مثلا الانتاج اللحم مثلا، يعني تقدر تستخدمه طبعا لتعزيز صحة الطائر، ومنها ده هيساهم في زيادة انتاج اللحم، بس هو مش بشكل اولي بيستخدم في التسمين. التسمين ده غرض بعيد شوية عن هذا الدواء. طيب هل هذا الدواء كافي لوحده انك تزود بيه انتاج البيض؟ انت مش محتاج تقدم اي حاجة تانية للطائر غير الاكل اللي بياكله، يعني تقدم الاكل اللي الطائر بياكله تمام وهذا الدواء وخلاص على كده، مش محتاج تقدم اي حاجة تانية للطائر، لان انت الاكل اللي بتقدمه للطائر المفروض يكون فيه بروتين الصبح ويكون فيه خضروات بالنهار. بروتين الصبح وخضروات بالنهار، حلو. هل محتاجين طاقة تاني، كربوهيدرات اللي هو بواقي عيش رز مكرونة والكلام ده؟ لا مش محتاجين خالص. ولو قدمت اقدم بكمية قليلة بس، الطائر مش محتاج في الفترة دي، ممكن يحتاج لده لما يكون في برد، يحتاج لوجبة ثالثة لما يكون في برد، انما في الحر الشديد ده الطيور مش بتستحمل ان هي تاكل كتير، بس في نفس ذات الوقت هي ممكن تاكل لان الطائر ما عندوش اللي يمنعه. يعني الطائر بيبقى مش عارف مصلحة نفسه، مش مدرك مصلحة نفسه، بيبقى مش عارف هل هو لو كل هيتعب ولا لا. هو جعان دلوقتي، لقى اكل هياكل، لقى اكل ايا كان الاكل هياكل انه جعان،
انت لازم تقدم الاكل المفيد بالنسبه للطائر. تكتر له من الخضروات بقى، مهم ان انت تكتر له من الخضروات، لان الخضروات هي اللي بتساعد بشكل كبير على ايه، امتصاص الادواء المختلفه والاستفاده من الادواء المختلفه وهضم الاكل. فلما تيجي حضرتك تستخدم هذا الدواء اللي احنا اتكلمنا عنه، تمام، هتستخدمه على حسب حاله الطائر، هو اسمه يونيفيت، تمام، على حسب بقى حاله الطائر. هو خليط من الفيتامينات والاملاح والاحماض، حلو، اللي بتشكل جزء رئيسي من ايه، انتاجيه الطائر او قدره الطائر على الانتاجيه. من اهم فوائد الدواء ده بقى، تمام، اللي احنا جايين نتكلم عنه، ان هو بيخلي الطائر يستفيد بالاكل اللي بتقدمه للطائر حتى لو الاكل ده مش كتير. عشان كده انا بقول لك الدواء ده موفر، لانه بيخليك تستفيد من الاكل اللي انت بتقدمه للطائر حتى لو الاكل ده مش كتير، اللي هو اقل الاكل اللي بتقدمه للطائر، الدواء ده هيساهم في امتصاصه والاستفادة منه بشكل كبير. لان احنا عارفين كويس قوي ان فيتامين زي فيتامين دال مثلا مهم علشان خاطر تمتص الكالسيوم، فالكالسيوم لوحده مش هيعمل حاجة، وفيتامين دال لوحده مش هيعمل حاجة، هيبقى يعني مش هيبقى في حاجة بيساهم هو في امتصاصها او في تسهيلها جوه جسم الطائر. فدواء يونيفيت ده يعني خليط سحري، تقدر تقول عليه خليط سحري في كل الفوائد اللي ممكن تضيف لك كتير 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 بالنسبه للقطيع بتاعك، تمام. حضرتك هتجيب الكيس الصغير، مش هتشتري عبوه كبيره، في عبوه كبيره طبعا بتبقى بالكيلو، النص والربع والكيلو والكلام ده كله بيشتروها اصحاب المزارع الكبيره، بيشتروها الناس اللي عايزين يوفروا عن طريق ان هم يشتروا جمله، تمام. انما بالنسبه لمربي في البيت عنده عدد محدود من الطيور، فحرام ان انت تصرف عليها كتير، لان انت في الاول وفي الاخر مش هتقدمها كل يوم. انت لما تلاحظ ان في نقص في انتاج البيض او انقطاع في انتاجيه البيض، تمام، على طول تقدمها، تعالج لك المشكله. فانت بمنتهى المباشره ما ينفعش ايه تقدم الدواء ده والطائر ما عندوش مشكله. خد بالك، عايز تقدمه هتقدمه على سبيل تعزيز المناعة وتعزيز الصحة وتعزيز قدرة الطائر ونشاط الطائر وكل الكلام ده. انما طالما الطائر بينتج وانتاجه كويس، يبقى حرام تصرف فلوسك على دواء زي ده. يبقى تمشي على الاعشاب، تمشي على الاكل الكويس، تمشي على الحاجات البسيطة. انما هتروح تجيب الدواء ده، هتجيبه لما الطائر يكون قاطع انتاج بيض، لما الطائر يكون مش بيدي لك الانتاج اللي انت منتظره، ساعتها ايه، تستخدم هذا الدواء، وهو دواء بسيط وموفر وكل حاجة، بس استخدمه لما تعوز. والموضوع بسيط خالص، هما 5 جرام من البودرة بتاعت الدواء، لانه في كيس كده، عبارة عن بودرة في كيس، 5 جرام على كيلو العلف هيكونوا زي الفل، وهيأدوا الغرض وهيساعدوا الطائر في ظرف 3 ايام ان هو يعود لانتاج البيض. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.